مسلسل مان الجاني اول تجربه خالص كنت اول البدايه الحقيقه هي بعد البدايه صح. لكن مان الجاني هل مان الجاني فعلا كان اياد نصر هو اللي رشح احمد خالد في مساعد شاطر مش عارف ايه؟ بص هي قصه دراميه قوي الصراحه يعني تمام مش عارف انا حاجات قبل كده ولا يعني اول تجربه جات لك ازاي كمخرج بقى اول مره بتخرج بعيد عن بص انا كنت ساعتها مساعد وبقالي كتير بشتغل قصه دراميه شويه الناس هتحس انها فيلم هندي شويه فكان معايا ورق اللي هو بعد البدايه كان معايا انا اصلا وبعدين رحت قابلت بيه اياد نصر وبعدين اياد تحمس للورق وبعدين احنا قابلنا منتج ما فقال ان المشروع كل حاجه فيه كويسه الا المخرج انا مش مقتنع بيه فالمشروع وقف واياد راح مضى في السيزون ده انا فاكر بحاره اليهود وراجل كان لذيذ جدا واعتذر لي وكده وبعدين كان بيعمل مشروع مان الجاني وكان عليه مخرج تاني كريم العدل يعني وبعدين كريم لاسباب او يعني المشروع اتاخر او حاجه فدخل راح عمل مشروع تاني مهم برضو في السنه دي وكده فيضح مكلمني قال لي في مشروع شبه النوع اللي انت كنت جايبه لي وكان عليه مخرج واعتذر تحب تيجي تعمل مان الجاني فقلت له اوكي فرحت عملت مان الجاني لان هو كان متحمس من فكره احنا قعدنا كذا مره على الورق اللي هو بتاع بعد البدايه وكده وبعدين بالصدفه انا كنت بصور في مان الجاني فكان عندنا ضيفه روجينا في الـ في الـ في المسلسل وكده في مان الجاني فبسالها يعني كده كنا متعرف على بعض كده واول ما نقف نتكلم مع بعض وكده فبقولها انت تعملي ايه في رمضان فقالت لي انا بعمل بعد البدايه وعليه مخرج كذا 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 و كان هشام فتحي زمان كان هشام فتحي وكده وطارق لوس عمله بقى قلت له ده طارق يعني ان جدا لان انا كنت برضه بفكر اعمله بقيات فكنت انا كنت شايف ان نوعيه انا كنت شايف ان الوقت ده يعمله ممثل مش معروف بادوار الاكشن انه بطل اتحط في ورطه مش ان هو يعني الوقت ده مش الطبيعي بتاعه مش احمد السقا او احمد عز او كان انت متعود عليهم انه بالظبط ان هو كاركتر مستحيل يطلع منه اكشن بشكل كويس وكده بس ف ومفروض مشيت واحنا نمنا وكده بعدين غالبا هي كان المخرج اعتزل من يومين وهي ما عندهاش المعلومه فبتصور البوستر فاتفتح النقاش ده انه احمد خالد كان محضر الورق ده ونعمل مشروع لذيذ جدا اسمه مان الجاني ما كانش لسه نزل فالمنتج جمون مقر وطارق يعني تواصلوا مع المحطه ساعتها انه عايزين نشوف الماتيريال بتاع المخرج ده نشوفه هنطلع ايه لان احنا سامعين عنه كويس جدا وجينا بتشكر فيه وسامعين ان هو كان قابل الورق اللي معانا وكده فبصوا على الحاجات فلقوا انه الماتيريال اللي عجبهم فكلموني ورحت عملت المشروع بس كده فاهم بخرج بقالي شويه مثلا 9 سنين او حاجه بس انا اشتغلت مساعد وانا عندي 16 سنه انا كنت المفروض كان عندي طموح كده ان انا اسافر بره وبعدين ما توفقتش لظروف ما وبعدين بدات اشتغل اول ما دخلت الجامعه اشتغلت مساعد مثلا عندي يعني تقريبا بعد ما دخلت الجامعه مثلا ب 10 ايام او كده يعني حتى كل زمايلي في الجامعه كانوا عارفين انا يعني اول واحد فيهم اشتغلت وكده وقعدت حوالي 12 سنه مساعد مخرج فيهم يعني انا فاكر مثلا 5 أو 6 سنين ما كانش عندي حظ كويس يعني فيهم كنت اللي هو عدم استقرار في الشغل بقى نفسي انزل فيلم معين وبقى خلاص هنزله وبعدين يبوظ عشان مثلا ما عنديش كونتاكت او اسمي حتى لسه ما كانش كبير او مش او المشروع اكبر بكتير فالناس خايفه مني ان انا سني صغير او كده فدي كانت مرحله صعبه وبعدين في مرحله تانية ليا كمساعد مخرج ان انا بدا اسمي يبقى كويس فبدات اشتغل مع مخرجين يعني كبار كتير اهمهم مثلا على المستوى الانساني في التاثير فيا مثلا كان هادي الباجوري فده فرق معايا جدا وبعدين بدات اخرج اعلانات صغيره وبدات اقول رايي المخرج اللي انا بشتغل مع مخرجين فبيثقوا فيا فبدات اجرب حاجات فلما بتتنفس اقول ايه ده والله طلعت لذيذ ايه ده لما سمع الاقتراح بتاعي طلع وحش فبدات يعني يبقى اكون شويه خبرات وبعدين حتى اتدرجت انا بقول ان انا كان عندي حسن حظ ان انا عملت مان الجاني كان 13 حلقه فما بداتش ب 30 فاهم قصدي وبعدين عملت بعد البدايه مثلا كان مسلسل وبعدين الميزان وبعدين لما رحت عملت السينما كنت اوريدي كان عندي شويه خبرات كويسه فكويس ان انا لما بدات فيلم كبير كنت اوريدي انا عامل 3 مشاريع قبليه فكان عندي شويه خبره وكان حظي كويس جدا ان انا بدات مع احمد السقا لانه نجم كبير بس وفي نفس الوقت ما بيعملش عليك اي نوع من الضغوط هو سايبك تشتغلي وانت مرتاح في حاجات كتير انا دايما حتى بقول لو يعني مثلا زلعه دوله كده انك عشان تلمي الكاست ده وانت مرتاح مثلا لو السقا مش موجود هتحصل صراعات لانه رمانه الميزان وكده فانا شايف انه لا انا شايف انه يعني عندي حظ كويس اكيد انا ممكن تبقى في ناس اجتهدت احسن مني او اشرع مني وممكن ما توفقوش او كده بس اللي انا متاكد منه ان انا يعني عملت شوط انا شايفه انه عملت فيه مجهود كبير وكده يعني دي السنه انا عندي دلوقتي 38 مثلا يعني بقالي مثلا 22 سنه بشتغل وتقريبا يعني بجد مثلا مقتنع ان 80% من السنه انا بجد بكون بشتغل يعني يمكن دلوقتي بدات احاول انه في المرحله دي ان انا اخد اجازات اطول شويه عشان اقدر افكر احسن انا اعتقد قبل كده كنت شبه ما بقى يعني ما باجلش يعني انا فاكر في سن معين مثلا 17 سنه 18 سنه الناس كل طموحاتها مثلا تطلع الساحل
وكده. انا مثلا ممكن اقعد سنتين ما بشوفش البحر عادي، انه جالي شغل في الصيف فالفرصة، ولا ان انا اطلع اروح المصيف يعني، فما بطلعوش، فبفضل شغال وما بقعد سنتين مثلا ما بشوفش البحر. فاكيد في تضحيات حتى لو تبان صغيره بس هي مهمه جدا. ممكن تبقى الناس كلها، انت اصحابي كلهم بيكلموك خارجين النهارده كلهم في الساحه، بس انت شغاله وما بتاكليش كويس ومش نايمه كويس، فاهمه قصدي؟ فدي حاجات كتير اكيد يعني. انا حاسه دلوقتي لما بفتكرها بتبسط جدا، وهي اكيد دلوقتي بالنسبه لي ذكريات ايجابيه ذكريات ايجابيه جدا، بس في وقتها لا، ممكن تقعدي تشكي بقى وتقعدي تقولي انا كل المجهود اللي بعمله ده هيوديني في حته ولا لا. اعتقد طول الوقت انا شايف انه دايما لما بنحقق حاجات ببقى شايف انه لا انا مشغول قوي باللي بعديه. يعني قصدي انه في جمله كده ما يقول لك هو تاريخك هو تاريخ اخر شغلانه بتعمليها. يعني احنا السنه دي قعدنا على العتاوله، انه العتاوله عمل الحمد لله فيدباك كويس. لو احنا السنه الجايه العتاوله مش عامل في العتاوله 2 ده مش عامل فيدباك كويس، مش هنيجي نقعد، او هنيجي نقعد نتكلم بس العتاوله الاولاني كان ناجح اكتر وكده. فانت دايما المفروض انك بتعلي على نفسك وكده. فهو ده كده يعني. انا مثلا انا لو بالنسبه لي مثلا ناس ما كلمتنيش على العتاوله مثلا ونجح اكتر مثلا من ملوك الجدعنه، كنت هبقى قاعد زعلان يعني. فاهمه قصدي؟ ان انت اكيد كل سنه بتحاولي تنجحي احسن من من حاجاتك اللي قبل كده. انا عموما شايف انه احنا كان عندنا يعني حسن حظ في حاجه كويسه، وكنت بشوف دايما ان احنا عندنا نقطه صعبه في حاجه مهمه جدا. بس عموما يعني حتى الجيل بتاعنا عموما يعني كمخرجين، يمكن انا مثلا كان عندي يعني حظ ان انا من اكتر الناس اللي من اكتر الناس اللي اشتغلت مثلا مع معظم يعني مع معظم النجوم اللي في الجيل يعني وكده. بس انا وجهه نظري انه ده كان برضو في حاجه صعبه، ان انت مثلا بتشتغل مع ناس اوريدي حققت نجاحات مثلا بقى 15 سنه. يعني مثلا على فكره لما رحت مثلا اعمل فيلم السقه مثلا هو بالطريقه راجل يعني انا وجهه نظري مقفل الشغلانه مقفل الشغلانه عنده طموح وكل حاجه، بس مش جاي من نفس الحته اللي انت جاي فيها. انت في الاخر بتعمل اول حاجه يعني. في الاخر انا قلت له حتى لو عملنا الفيلم وحش هيتقال ان احمد السقا في الفيلم ده وحش، لكن انا مخرج وحش. انا يعني ما ينفعش في السينما مثلا، لكن هو راجل لانه راجل عمل نجاحات كبيره جدا يعني. انا لسه ما حققتهاش انا نفسي، فاهم؟ انه عامل عنده الجزيره وبيوم الابيض وتيتو، عنده حاجات عظيمه جدا وكده.